أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا هو كبلا بنا يا آيات أفرتن إيا اللحاد وصورة يونس كمذا وحانو سوقرنا عشر كاني لبب قل تضباطا إيا سيديد أنه قد حجرنا سورة دي التبانات وقران كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغصو ورمي مشركين تأمالين تقيامه ولا صوك المنا حالات دوض السيدة إنقونا يسو الدنيا ذا وحيا يكون عيش جرين يكون ولا جرين يكون راح يسجرين inay ka dhignaahayso inay maartay soo joogeen ama qabuuraha intay ku jireen saacad oo markaasi maalinta kamida saacadana waxa xataa saacadii luqawa heed iska taayo ilbirqsi ayaa xataa la dhigi kara marka la soo bixiyo way is aqoonsanaaya walaa shiddadu markay badato markaasi tacaarufku uu dhumaayo markaas uu dhahay ilaahay waxa khasaaray kuwii beeniyay ilaahay la kulankiisa قيامة يقول كل ما الله وأبال مرنا يو وآنن هنونين إلهي رسولك يسسو الله خدابة يوضح وتصلي السيناء يهدنا إلهي عبد سبحانه وتعالى وإما نرينك هدي آنو قطسن سيدك محمد كاهو بعض الذي كبركي سنعده ما أويبوهين وعذابه وحياة ذادا عنه وطسيه فذاك فالأمر واضح جواب شرد يا محذوف هو مثلا توفينك ديانك أفسنا قبل انتهان العذاب لما قرب أيود إلهي فإلينا حقينا أيام مرجعهم نقط كودي هذه ثم بعد إذا الله ألا شهيد ألهد على عنا يوي على ما يفعلون وحيفليا أيضا رسول كان عليه الصلاة والسلام يا تصدي الله قدقى يا هو حيكدق أنت أسوه إليه رسول كي سدهاي همرق سيدك محمد كهو هذا عقوبة هذا قوته سن حياة هذا أما أن دب أدقنا إلى قيامة مركز إليه قاراي مرنا بعذاب كينا كما فكنا يانوي صبر بال ليه رسولك عليه الصلاة والسلام عليه نهي سكليني أرنت أنك أيا إسكاله أنك أيا سكة ديك دونا عدك سوء الدنيا ذا تنمعا سكة سكوها يسا مرها دي وحاوي عذاب وقدم بايو وحكا صيخ راحا يكون ولا تحبا أطاري ميسو أرك إليه رسولك يسوه هاو داي وإما نرينك دان كتسنو أونا نكتسنو بعض الذي في بركيس نعده ما أويبوهين وعذابه فذاك هذا يتصدعين أو أمسنا توفينك آنك أفسنا ولا إلهي انت أنا عذاب كهر والعذاب كوذا الغطس فإلينا حقينا يا مرجعهم نغط كوذي هذا ما شيء أصول نغنى يان أنهوي واتاي مركا هذا أرنتان إلا إلادو وإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك الإلهي وحوية مركاسي أهنتا سوية العظيم معاي الإلهي النبي سوحو قارسيي آمال وحيابة ويدي ديشناهي ضدك مركاسي لعو الله يتمي أيا وحي أو نبو عليه السلام كيد ديشناهي أو كرباء لك قارسيي مركا عدد سلاسنا إلهي سبحانه وتعالى ظالمين تواقص مينيا ووحي علماء ديرادين إلهي ظالم كعذاب أيو مارث يقص أو قص من وعذاب يا إذا صلم المظلوم أمره لسيده إلهن قفك مظلوم كهلا قد ريهي
markii Alla oo sayidkiisa arintiisa u dhiibto afcaasha daalimkaana oo sansaas ugu banbixinuna u raadin axkaamta ilaahi oo ku sabro taas ayuu haddana wuxuu ku gaarayaa ilaahi ridihiisa uu ku gaarayaa waxa uu raadinayana waa kul guulaysanayaa oo daalimkan waxa markaasi uu la dalbaayana waa ku guulaysanayaa oo daalimka ilaahi baa jaasinaya saasay noqonaysaa marka markaasuu dhahay alle fa ilayna xaggayna ayaa marjicum noqodkoodii ahaaday suma allahu alla shahiidun allahi dhaalacanaya weeye calaa maa yafcaluna waxay falayaan oo takdiibka iyo kufriga ay samaynayaan ilaahayna wuxuu cadaabi doonaa ashadd alcadaab ayaa alla subxaanahu watacaala uu cadaabi doonaa ilaahay haddana wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walikulli ummatin ummad la arkay kulligeed waxaa u sugnaaday oo ummadaha ka mid ah rasuulun rasuulow ilaahay walikulli ummatin ummad la arkay waxaa u sugnaaday u dhahay alle rasuulun rasuul faidaa waqtigii jaa uu yimaado rasuulun rasuulkooda uu yimaado oo ay beeniyaane quliya waa la xugminayaa beynahum dhexdooda bilqisdi cadaaladaa lagu xugminayaa cadaaladu waxa weeye in la cadaabo kuwa maaragtay mukadibiinta rasuulkaas iyo intii rumaysana ilaahay uu koriyo saas weeye cadaalada ilaahay tan laftirkeedu nabigay tasliya u tahay calayhi salaatu wasalaam weli kulli ummatin ow ilaahay ummad la arka waxaa usugnaada ummadaha ka mid a rasuulun rasuul oo ummad walba rasuul baa loo soo diray faidaa waqtigii jaa uu yimaado rasuulum rasuulkoodii oo u yimaado oy beeniyaani a meesha ku jirta quliya beynahum dhexooda ayaa la xugminayaa bilqisdi cadliya lagu xugminayaa cadaaladuna waxay noqonaysaa in marka mukadibiinta la cadaabo dadka mu'miniinta iyo rasuulkaasne ilaahay uu koriyo walxaal hum ayagane laa yudlamuuna aan la dulminaynin oon dembi la-aan aan loo cadaabaynin qoladaanna marka saasay noqonayaan walxaal hum ayaga laa yudlamuuna aan la dulminayn u dhah ilaahay wayaquuluuna waxay ku qowlayaan ay ku hadlayaan ow ilaahay mushrikiintu mataa goormow haada alwacdu yaboohan oo kana uu ahaaday waxaanad noo sheegaysid maxamedow hadda hadalkan waxay u dhahayan calaa sabiili istihzaa oo sukhriya jaas jaas weeye oo markaa waxa weeye waxaanad sheegaysid waciidka aad sheegaysid qiyaamaa dhacaysa saacadaa dhacaysa waa la isjaasinayaa arrintan waa goormee wayaquuluuna waxay ku hadlayaan ow ilaahay mushrikiintu oo bacsiga inkiraya mataa goormow haada alwacdu yaboohan oo kan uu ahaaday cadaabka laysu yaboohaayo in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaad run ku sheegaysiin saa markay yidhaahdeen hadda in kuntum saadiqiina waa khidaab nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta ay kula khidaabayaan alla markaas wuxuu dhahay qul waxaad tiraa sayidka maxamed kahow laa amliku anigu milkin maayo linafsii nafteyda laran lur u milkin maayo oo anigu naftaydan lur ku soo socda kama daafici karo laa astadiicu an adfaca lura ma awoodo lur inaan daafaco ilaahay haddau doona lurkaas inuu soo dego oo wax ilaahay qadiray oo aniga igu qadiray hadday tahay aniga iskama daafici karaayo walaa nafca nafcina inaan soo jiido ma awoodi karaayo oo nafci inaan naftayda usoo jiido ma awoodi karaayo weeye taasoo waxa weeye markaasi ilaahay naftayda inuu ka manciyo alla markaasi uu doonay wax adiga naftaada ilaahay uusan la doonin uma soo jiidi karaysa laa amliku anigu milkin maayo linafsii naftayda laran lur u milkin maayo walaa nafca nafcina u milki maayo usoo jiidi maayo ilaa maa shaa allah wixii alla uu doono mooye wixii inaan alla doono oo aan ilaahay uu doono inaan milkiyo oon awoodo taas markaasi waan milkinayaa oo haddii ilaahay uu doono lur inaan idiin milkiyo way idiin milkinayaa oon cadaab soo jiido ama aan naftayda ka daafaco laakiin wax kasta iraadada ilaahay weeye ilaa maa shaa allah wixii alla uu doono mooye ilaahay inuu ikarsiiyo fa kayfa amliku lakum weeye markaasi seen idinkuu milkinaya xuluul cadaab ilaan cadaabkeen ay leeyihiin haddana alla wuxuu dhahay likulli ummatin ummad la arka waxaa u sugnaaday u dhahow dha ilaahay ajalun ajal oo ummad walba ajalay iska leedahay muddo oo macluuma oo lagu halaagaayo halaagiinana waqtigii oo ilaahay uu qadiray haddii la gaaro oo waqtigii dhammaado waad halaagsamaysiin likulli ummatin ummad la arka waxaa u sugnaaday ajalun ajal
إذا وقتي جاءوا يمادوا أجلهم أجل كود يمادوا وقت كود يمادني فلا يستأخرون كجدا المري مايا ساعة ساعة ولا يستقدمون منك صهر مرايا إذا وقتي جاءوا يمادوا أجلهم أجل كود ووقت كود لقاروا فلا يستأخرون كجدا المري مايا ساعة ساعة ولا يستقدمون منك صهر مرايا ساسوره إلهي سبحانه وتعالى معناه عوي هدي أجلك أو يمادو أو إلهي أقدر أمد والبا ديبو قد عميسو هدنا وحوية كالصوهر ومالي ميسو هدي ليلة مثلا ما هدى حسيدي حديث صوهر وطي صدقات عمر غي زيادة جواد وحوية عمر زيادة انت سحالة ودا عمر غي إلهي بركيها يا عمر غي انتي سلق صوهر غاب مايو معايا لا أجش الشيء وعلم إلهي كسبقية ويمان إسبدليسو الله أدنى وحونا يقول وحاة إلى سيدك محمد كهو أرأيتم بالإيقا والرمى مشركينو إن أتاكم هدو إذن يمادو عذابه إلهي عذاب كيس بياتا أو إذن كوي يمادو مر أو إذن كوي يمادو أو أنبص النهار المالين إذن يمادو قل وحاة أتراه لإلهي أرأيتم بالإيقا والرمى إن أتاكم هدو إذن يمادو عذابه إلهي عذاب كيس بياتا إذن كوي بريسين أو إذن صامر هبين وي بياتن تنليلنا لقوضا هو مصر نهار المالي إلا هذا هو عذابك هبين يا مالي مدبو إمانا يا دادك قال هذا أيها ساسي سيهرد أيها أما إسكتو مانا يا هبين جو وتمشى يا وكاد عذابك قلع أي بابا يا ماذا محيبا يستعجل أي كدك دكسينا ضلبا يا منه عذابكاس المجرمون مجرمين تقول إلهي أصاب إماها إيه هلا كان متى هذا الوعد معك الذي نور إله ماذا أي شيء ويش شيء كأهوى كمو يستعجل أي كدك دكسين الضلبيا منه عذاب كاس المجرمون مجرمين تقول إله فعلي لو حاكو سغن عربية وضع ظاهر مقام المضمر فعبي يسدك دكسين ويش جملة الاستفهام تنوى الجواب الشرد هذه هو مثلا بتري إذا أتيتك ماذا تعضيني ويش هذا هو إما ذا حادثي هيسا مراد كماشا لقال لي أنا وحوي وتهويل وحلي هذا شدة لا يسوي ما عظم ما استعجلوه وعيدك دكسينا ضلبا وين بضنا أصبح إذا ما وقته وقع أو عذاب ضعه مياد آمنتم رمينا إذا مركز دي بالله الله أبا عذاب صحب الله إذا أقبل ما حالة الغرغلات جوكتين وي أصبح إذا ما وقته وقع عذاب أو ضعه حل بكم وإذن كدقوا مياد آمنتم خمين إيسان به بالله الله أما عذاب كالآل خمين إيسان ويقال لكم سوى قد روحة الليذين ليه مركة مركة سوك على إيمان لاتمادين آل آن هدى ميا ورما هدى خمين إيسان ليذين كييري ماي والحال قد حقيقية كنتم أضاهاتين به عذاب كاستسع جنونك ودك دكسينا ضلب أدكو جيس جيس جرتان آل آن هدى ميا لا والحال قد حقيقة كنتم ذهاتين بي عذاب كاس تستعجلونك ودك دكسينا دلبا ثم قيل وحال إليه ونهي ألا للذين قوى ظلموا ظلم غفلي ذو قول دمي عذاب الخلد وارتين هذا عذاب كذا الدنش أهل كوذباء إليه نوشيك سبحانه وتعالى ساس به مارك الله وحوله سبحانه وتعالى ثم قيل وحال إليه للذين قوى ظلموا ظلم غفلوا ظالمين تا ذوقوا الدمية عذاب الخلد وارثين هذا عذاب كذا عذاب كأطوار إنسان هل تجزون ما تجزون من الذين جاسنا إلا بما كيمياني كنتم ذهاتين تكسبون أقوى كسبة هل تجزون ما تجزون من الذين جاسنا لا إذا أول مرة ماي إلا بما كيمياني كنتم ذهاتين تكسبون أقوى كسبة إلا جزاء بما كنتم تكسبون أو الله تسبى الذين كجاسنا يا معناه وحال قوضة رسولك اللي هاي نمانك كان سلاس ايا مارت ايا هالو اوال مرين ايا او قدن باين ايسا عناد كوذان ايا وحوذان ديك جرق حوصين ايا قنا معنوه وحوي ليدين جاسم ايو الا جزاء الذي كنتم تكسبونه ويأت كسب جستين جسيسم او كفر ايا تكفير هاي هذا الهي وحوده ويسنبئونك ويكا خبر دلبا ايان سيدك محمد كهو ووحي كويدين ايان أحق حق ميا هو متكان وهذا يبوه سوء عذاب يا بعث يا محمد ويستنسين تانية تأذان وطلب يكتو سنعيان ومعناه هو يوحي كاسؤاليان
inaad u sheegto waxyaabaha adigu goodinaysidoo cadaaba inay xaq yihiin in kale. markaasuu dhahay ilaahay wayastanbi'uunaka way kaa khabar dalbaayaan axaqun xaq miya huwa midkaanad noo yaboohaysid qul waxaa u tira u dhahay ilaahay ii nacam ahaa xaq weeye ii nacam weeye warabbii rabbigayaan ku dhaartay innahu kaasu laxaqu mid xaq weeye xaq weeye saasu dheh. Marka hadda arrinkaanu waa amar min allaahi ka aaday, amar ilaahay xaggiisa ka yimidoo ilaahay rasuulkiisa uu ku dhahayo, saas uu jawle leeyahay. Saddex shay ayuuna nabigu ku jawaabayaa, ii wa rabbii innahu laxaqun, saddexdaas ii wamaa antum mucjiziina, waa tahay ii wa rabbii waa mid, innahu laxaqun waa midda labaad, wamaa antum mucjiziina waa midda markaasi saddexaad. Intaasaa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku jawaabayaa. marka ilaahay waxa u dhahay huwa kaas u dheh la xaqun xaq wey qul waxaa u tiraa ud ilaahay ii nacam warabbii rabbigaygaan ku dhaartay innahu kaasu la xaqun mid xaq weye waa mid sugan iidu macnaa nacam weye maxaa yeelay iidan waxa weeye waxay ka mid tahay axrufuljawaabkay ka mid tahay laakiin waxay iyaduna khaas ku tahay qasam dhaar wax kale looma isticmaalo hadalka dadkaaba kamida ii wallaahi ay dhahaan oo ii haddii la yidhaahdo laabudda waa inay qasam waa inay dhaaru ka dambayso ii wa rabbi ii wallaahi saasay dhahaan wamaa antum mana tihidiin u dhahowdha ilaahay subxaanahu watacaala bimucjisiina alla kuwa cajis gelinaayo oo cadaabka ilaahay kuwa ka fakanaya ma tihiin walow ana likulli nafsin dalamat maa fi lardi laftadad bih وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون إلى يحيي سبحانه وتعالى ولو قر أن لكل نفس نفل أرك كل جيدة أي أصغنا له هذه نفتا صوت ظلم ظلم فشي ما كي في الأرض يقولك الحديثة هذه oo amwaal wixii adduunka ayaa laftadad bihi way isku fura laheed oo cadaabka qiyaamo isaga fura laheed. Marka hadda qiyaamo markii la tago oo cadaabkii ilaahay u qadiray ay arkaan waxay tamaninayaan wax kasta oo adduunka yaalla hadday lacag la heli lahaayeen oo isku furta lila inay isku fura lahaayeen ee naftooda kaliya ay dayi lahaayeen sida cadaabku maaragtay shadiid uu yahay. Marka laakiin waxaa laga wadaa arrintaas oo arrin reebtoon weeye naf inay isfurato oy cadaab iska furato maxaa yeelay wixii milkiisaan ba jirin milkina meeshaas lala tegi maayo qofku waxa uu ku badbaadi karo waxa weeye camalkiisa saalixa walow gooro dhahay marka alla ana likulli nafsi naf la arka kulligeed ay u sugnaa laheeday naftaasoo dalamad dalamad macnaha kafarad weeye maa kii fi lardulka dhexdiisa ahaaday jamiican weeye laftadad bihi way isku fura laheed kaas oo cadaabka yowm alqiyaama isaga fura laheeday waa saru way siraysteen way qarsadeen ud ilaahay gaar ahaan nimankii ru'asada ahaayo kufaarta anna daamata shalayto waxay ka shalaayeen iimaan la-aanti adduunka oy nabigeena calayhi salatu wasalaam ay rumay waayeen waa saru way siraysteen way hoosay u qarsadeen ud ilaahay lamiirkan culimmadu waxay dhaheen ru'asada madaxda kuwa awgaalada ayaa loo celinayaa israarkan marka waa xaqiiqadiisaa la yidhi macnaha waxa weeye nimanka ru'asada ah markay arkaan cadaab waxay qarsanayaan shalaytadaa la yidhi shalaytay qaraayaan iyagoo ka baqaaya in la ceebeeyo maxaa yeelay ayagu dadkii hogaami jireen culimmada qaarna waxay dhaheen maye asarawdan waxay noqonaysaa bimacnaa adharuu waa tawdhah ilaahay an taquula nafsi yaa xasrata calaa maa faradtu fii jambi illaah oo waxay ka mid tahay la yidhi min tasmiyati aldaada la yidhi weliba bacdi culimmada mufasiriinta waaweyn kamida saasay u dhowdahay dhaheen alla markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wa asaruu waxay qarsadeen ana daamata shalayto ama waaba daahirsadeenba oo meelay wax ku qarsadeen ma joogaan lamaa goortii raawul cadaaba cadaabkay arkeen u dhe ilaahay waxa marka qarinaaya nadaamada waa kuwa ru'asada dadkii lucafada ahay hogaami jireen ayay iska qaraayaanoo niman xuxumaad aheedeen iyayaan layda dhihin isleeyihiin waquliya waa la xugmiyo udha ilaahay baynahum khalaayiqdii dhexdooda bilqisdi caddi ayaa lagu xugmiyey arrintaasu markay dhacayso
dadkii cadaalada Ilaahay ku xugmiyay. Hadda wax dhacayaa laga dhigayaa waa li taxaqquq ruquuc weeye. Muslimiinta janno ayaa loo xugminayaa, gaaladana naar ayaa loo xugminayaa. Ama waxaa suurtagal ah in loo la jeedo dhaalimiinta iyo madluumiinta ayaa dhexdooda la xugminayaa. Dadkii wax dulmiyay oo adduunka wax ku dulmiyo dhaalimiinta ahay iyo dadka ay dulmiyeen ayaa la kala xugminayaa. وقضي وآل حكمي ودى إلهي بينهم بحضوظة بالقسل عدل أيال وحكمي والحال هم أيغانا لا يظلمون أن لذلمين إنهم شيء لغا نقصانين حسناتنا لغا نقصان ما يسيئان الوسيا دي ماي مركز الاس أيا إلهي سبحانه وتعالى حكم كي صعود عايا ألا هو أيود إلهي برالوغي إن لله الله وحا أصغنا ذي ما مخلوق في السماوات السماوات خصوغا يو الأهل أهرضا كان خصوغا إلهي كون كان وحيال ملكا وخلقا وعبيدا ayuu isagaleeyo arintaasu inay dhacayso qiyaamo ilaahay saas dadku jaasinayay adila u sii noqonaysa alaada marka adaasu tanbiih waaye bima badaha ayaa aadi aad marka shaqnigeedu weyn yahay loo la qastaaya ayadana waxay muraasab u tahay adii ka horeysay oo ilaahay markuu naf walba oo kaafirada inay tamani doonto uu noo soo sheegay haday adduunka wax yaal la sii lahay inay isku fura laheeday ayaa halkan allah wuxuu cadeynaya وحبا إني سمارتي يا ملكينين ويسمارك عدنا وحملكيس أي سنجر معايل إلهي أيا إسكالما في السماوات والأرض مركاسونا يا ألاهوي بلاروي أيون إلهي إن لله الله وحا أصغنا ذي ما مخلوق في السماوات السماوات كخصوغا يا والأرض أحرادة كخصوغا ألاهوي إن وعد الله إلهي يبوه هيسا بعث إيا الجزاء إلهي ويبوها أين حق من حقوي وحا الله يبوها أين وحصوغا ولكن أسرهم بضن قوضوا لإهدتك لا يعلمون ما قرنايا ذاتك أكثر قوض وأجيدا وها إلهي يبوها وكهد لا يحد قرنايا سمجرت ولكن أسرهم بضن قوض وصل إلهي لا يعلمون ما قرنايا أرنكاس هو ألا يحيي ونولينيا ويميت ودلايا إلهي السقا وحنولايا سقانا وحدلا هو ألا يحيي ونولينيا ويميت ودلايا وإلهي لله إلي حقيسا يعني ترجعون الذين علنا يا آخره وفاس قفل بمركز عمل كيسو ولا كجاسينيا الله دنا وحوده يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس ضد هبو قد حقيقة جاءتكم حايدين تمدي موعظة وانو أيا من ربكم حق ربنا إذن كتمدي كتاب وحد ليدهين أي كقريهين يا وحد ليدهين كليه وقرانك وشفاء شفاء يا إذن تمدو لما شئنا شفاء في صدور العبياس قصغن وهدى هنون أيا إذين مدي ورحمة حريصة إذين تمدي وللمؤمنين مؤمنين تأصونات إلهي بحوري سبحانه وتعالى يا أيها الناس خدافك هذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة وهي لكن عام وي قد حقيقة جاءتكم مع إذين تمدون إلهي موعدة وانو وانا أيا إذين تمدي ومركاسي لإذن كواننا أيه وهي مركاسي إذن أنفع أيه محاسن الأعمال oo hadana la idin ka sajisinaayo wixii idin luraayo oo qabaaxa mowcidada soo min rabbikum xagga rabbiina ka ahatay waa kitaabkaas ilaahay oo waxa aan helayno hadii aanu ku amal falna ilaahay noogu sheega hadii aanu ka tagnana waxa nagu dhacay ilaahay noo sheegay wa shifaa'un shifaa'a ya idin midow ilaahay dawo oo lama shay dawo oo fi suduri laabiyaha ku sugan wa qulubta laga wada min baabi tasmiyatil halib isil mahalli ya lira macnaa quraanku waxa weeye waa mid wax waaninaaya waa mid wax xusuusinaaya hadana shifada waa ay ku sugan quluubta ugu sugan oo qofka quraanka dhageysta ee qalbigiisa dawoobaya wuxuu ka dawoobaya amraasha qalbiyada sida xaasidnimada iyo xaqdiga urgunudka iyo carada iyo aqiidada fasidka oo bidacda iyo balaayada ah wa shifaa lima fi sudur waxa kale oo dhigi kara waa markaas quraanka sidiisa kale ayuu markaas u dawayahayo إلهي سبحانه وتعالى أمرهاشة عادقة أيا إلهي كدوين أيا وهودا هنون أيا إذي مذول إلهي بايد اللوغة هنون ورانك بايد أيا اللوغة هنون أيا ونور إلهي ذاتك كاملين تاقل بوضع أخطور أيا ومركاسي حق أيا بادلك يكوك لقران أيا ورحمة النحريسة إذين تمذول إلهي وللمؤمنين مؤمنين تأصونات ورانك وحوي ذاتك مؤمنين تأيو هنون أيا رحمدنا أيا quraanka dadka muuminiinta ayuu shifa u yahay saas weey ayada marka culimadu waxay yiraahdeen waxay ishaareysa waxa markaas culimada caarifinta u yaqaaniin ash-shari'a wa-t-tariqa wal-haqiqa
شريعته وحا اشاره الى يقول كيسا قد جاءتكم موعظه ايا اشاره من ربكم مع الشريعه ظاهر كايا لو ظاهر هذه طريقتنا وحا اشاره وشفاء لما في الصدور مع الطريقه باطن كايا كو ظاهر سموي وحان هبونين او دن حقيقتنا وحا اشاره وهدى ورحمه للمؤمنين مع الحقيقه واتجلي بانوار الساقطه في القلوب هاوي أنوار أي قف قلبي صاد عيس أو أشياء ذا مركز وحوي أي أركيا سدى عيته وهو الب إلهي يوك أركيا إلهي سبحانه وتعالى الذي يا الله صفة الكمال كيس أي شيء كسكده أركيا ساسوي مرك مركز أصول إلهي وهدى ورحمة للمؤمنين وإلهي قرآن كهنوي نحرس أيها ذاتك مؤمنين تا مركز عشر كين أنت سوق